عايزاكي تقولي لي كلمة مشهورة هنا في كفر سعد. والله هي مشهورة بالسيسي وبالناس اللي تبعه. سي على راسنا كله. اه والله. ليه كفر صقر اتسمت بالاسم ده؟ ليه كفر صقر اتسمت بالاسم ده؟ والله انا ما عارفة برضو بالظبط. سألتيش نفسك قبل كده؟ لا عشان مش متعلمة مش عارف حاجة. بس احنا عايزين نبقى تبع السيسي في كل حاجة. معايا. في ظهر ان شاء الله. ربنا يصلح لك حالك. ابو علي. ويوفقك. جاهز العد. انت لسه ماسكة جديد؟ ماسكة ايه؟ يعني مذيعة جديد؟ لا بقى لي سنتين. وما هي احنا بنشوف نهال على التلفزيون وريهام سعيد وعايزين نتابعك برضو كده. لو تابعوني بقى على الفيسبوك. لا انا مش عارف الحياة دي. والله ما عارف الحياة دي. تقولي ايه بقى للشباب اللي واقفين حوالينا دول؟ اقول لهم ربنا ينجحهم يصلح لهم حالهم. يوفقهم ويوفقك في شغلك. عايزين نطلع معاه والله. نفسك في ايه تاني؟ ايه؟ نفسي والله في كل حاجه. انت من هنا من كفر صقر؟ ابو العوص تبع كفر صقر. طب عايزاكي تقولي لي ايه اكتر حاجه حلوه هنا في كفر صقر؟ كل حاجه حلوه والله. عشان انتوا فيه. والله العظيم انت اللي حلوه. انت من مصر ولا من هنا؟ لا من هنا من ابو كبير. ابو كبير فين؟ يا مرحب. مرحب بيك. عايزاكي تقولي لي كلمه مشهوره هنا في كفر صقر. والله هي مشهوره بالسيسي وبالناس اللي تبعه. سي على راسنا كله. اه والله. ليه كفر صقر اتسمت بالاسم ده؟ ليه كفر صقر اتسمت بالاسم ده؟ والله انا ما عارفه برضو بالظبط. سألتيش نفسك قبل كده؟ لا عشان انا مش متعلمه مش عارف حاجه. بس احنا عايزين نبقى تبع السيسي في كل حاجه. معايا. في ظهر ان شاء الله. ربنا يصلح لك حالك. ابو علي. ويوفقك. جاهز العد. انت لسه ماسكه جديد؟ ماسكه ايه؟ يعني مذيعه جديد؟ لا بقى لي سنتين. وما هي احنا بنشوف نهال على التلفزيون وريهام سعيد وعايزين نتابعك برضو كده. لو تابعوني بقى على الفيسبوك. لا انا مش عارف الحياه دي. والله ما عارف الحياه دي. تقولي ايه بقى للشباب اللي واقفين حوالينا دول؟ اقول لهم ربنا ينجحهم يصلح لهم حالهم. يوفقهم ويوفقك في شغلك.